بدرس الرايت تريانجل. عندنا رايت تريانجل، انا هون عم بحكي عن اي قاعده؟ عن الفيثاغورس. فيثاغورس يعني هي فيثاغورس، هيك فيثاغورا هي فيثاغورس ثيورم. قاعده الفيثاغورس، شو هي قاعده الفيثاغورس؟ بكون عندي رايت تريانجل، دائما تذكروا رايت تريانجل مش اي تريانجل، اي بي سي. القاعده الفيثاغورس شو هي؟ انه الهايبوتنيوس سكوير، مين الهايبوتنيوس هون؟ لازم نتذكر اللي بوجه التسعين دايما هي الهايبوتنيوس، يعني بي سي سكوير شو بتساوي؟ اي بي سكوير بلس اي سي سكوير. يعني اذا قال لي سؤال مثلا اعطاني الاي بي 3 واعطاني الاي سي 4 بدي طلع بي سي، بقول له انا apply Pythagoras theorem أو by applying Pythagoras theorem. كل مدرسة يعني عندها طريقة، بس هي بالشهادة أي طريقة بتكون صحيحة. أول شيء منحدد مين هو triangle عم يشتغل فيه، يعني in triangle ABC هيك بدي اكتب in triangle ABC apply Pythagoras theorem وبكتب القاعدة. بعدين شو بدي أعمل؟ بدي أعوض كل واحدة بقيمتها. أنا الـ BC بدي طلعها، فبترك BC سكوير equal قديش الـ AB معي إياها؟ AB 3، صارت 3 سكوير زائد AC 4، 4 سكوير. الـ BC بتضل BC سكوير equal 3 سكوير هي قدي 9 plus 4 سكوير، واحد يخربط ويكتب 8، مش 4 times 2 هي 4 سكوير. فينا على الكالكوليتر دغري نعملها نتأكد يعني أحسن، يعني بعد شوي رح قلكم 1 plus 1 عملوها على الكالكوليتر بالامتحان. طيب 4 سكوير هي شو؟ 16. بيطلع عندي بي سي سكوير ايكوال 25. انا بدي بي سي لحاله، فبعمل راديكال من هاي الجهه وراديكال من هاي الجهه، شو بيطلع عندي؟ سكوير بتروح مع الراديكال، بي سي ايكوال 25. هن شو هن الرقمين اللي بضربهم بعض؟ بيطلع عندي 25 هي 5 سكوير، معناتها سكوير بيروح مع الراديكال بيبقى عندي شو؟ 5. طلعت البي سي ايكوال ل 5. طيب اوقات شو بيطلب مني؟ أوقات بيعطيني 3 4 5، بيعطيني 3 قياسات بس ما بيعطيني رايت تريانجل. بيقول لي بروف، انتبهوا شو عم بقول، بيقول بروف ذات تريانجل اي بي سي از رايت، او ممكن يقول وات از ذا نيتشر، يسالني عن نيتشر، وات از ذا نيتشر اوف تريانجل اي بي سي، وهو يكون شو عطيني قياسات 4 5 3. دائما اذا عطيني قياسات دغري حطوا براسكم اصلا مبيني مش ايسوسيلس، لانه 3 و4 و5 ما في 2 بيساوي بعضهم، ومنه ايكويلاترال لانه ولا واحد بيساوي الثاني. ممكن يكون سيمي ايكويلاترال، شو يعني سيمي ايكويلاترال؟ يعني 90 ب 60 ب 30. طيب مش عاطيني انجلز، هو بدي اشوف شو بيبقى لي الرايت. في عندي رايت ايسوسيلس بس قلنا الايسوسيلس راحت، فبيبقى عندي الرايت. انا كيف برهن رايت؟ على الفيثاغورس، ما بدنا ننسى، بس يكون عاطيني قياسات بستعمل الفيثاغورس. كيف ببرهن التريانجل رايت؟ بكتب له قاعدة الفيثاغورس اللي هي بي سي سكوير ايكوال اي بي سكوير زائد اي سي سكوير، بس انا معي اياهم ثلاثة صح؟ شو انا بدي برهن له؟ بدي برهن له هاي الجهة بتساوي هاي الجهة. اذا وبحط كويشن مارك هون، ما حدا ينسى هاي الكويشن مارك لانه بيروح السؤال، لانه هني مش ايكوال، انا بدي برهنهم ايكوال. اذا طلعت هاي ريليشن مظبوطة معناتها صار رايت تريانجل، يعني البي سي سكوير اعطاني اياه 5، هو بحط انا 5 سكوير ايكوال الاي بي سكوير 3، بحط 3 سكوير زائد الاي سي سكوير 4، 4 سكوير. شو بيطلع معي هون؟ 5، بحط كويشن مارك ما حدا ينساها، 25 ايكوال قد 3 سكوير 9 زائد 4 سكوير 16. شو بيطلع معي كمان هون؟ كويشن مارك هلا اوصل للاخير، بيطلع معي 25 ايكوال 25، يعني بقول له ذان تريانجل اي بي سي از رايت. شو السبب؟ او قبل ما اقول شو السبب هون بحط له قبل، يعني هيك بكتب بالمدرسه او بالامتحان، بقول ان باي تريانجل عم يشتغل، ان تريانجل اي بي سي، بقول له ابلاي مش فيثاغورس ثيورم، كونفرس، كونفرس اوف فيثاغورس، لانه انا اذا بدي برهن فيثاغورس، فينا اختصارها هيك فيثاغورس ثيورم، إذا أنا بدي برهن لهيدي القاعدة إنها صحيحة، بدي برهن إنه هيدي الجهة بتساوي هيدي الجهة، معناتها عم بشتغل بشكل عكسي. فعشان هيك بقول له apply converse of Pythagoras theorem، بكتب القاعدة مثل ما هي، مثل ما عملنا، بنعوضهم ثلاثتهم، طلع معي 25 بساوي 25، then
triangle ABC is right. يعني بالفيثاغورس بيجيني السؤالين، مرة بشتغل دايركت هيك، مرة بشتغل كونفرس بعكسه، مرة بيقول لي برهن 90 فبشتغل بالعكس، مرة بيكون عاطيني قياسين طلع الثالث. طيب أنا انتبه للقياسات، في كمان قاعدتين بعد للقياسات، شو هني؟ أوقات بيكون عاطيني مثلا هذا رايت تريانجل، دايما بالرايت تريانجل عم بشتغل، كمان اي بي سي. بيكون عاطيني مثلا الهايبوتنيوس 5 والاي بي 3، بيقول لي طلع الاي سي قد ايه؟ نحن القاعدة الأساسية هي شو؟ هايبوتنيوس سكوير، صح؟ يعني البي سي معي اياها، الاي بي معي اياها، الاي سي بدي طلع. طيب انا اذا بدي اي سي، الافضل لإلي والاريح لإلي انه يكون اي سي سكوير ايكوال، هيك لازم. يعني مش تكون الاي سي هون وبدي اقعد انا اجيب هاي لهون وجيب هاي لهون، هي بتصير ماينس هي بتصير بلس، اوقات بيروح العمل على ماينس، على اشاره بيروح العمل. انتوا ضلوا مذكرين مين هو اكبر سايد بالرايت تريانجل؟ هو الهايبوتنيوس، صح؟ دايما الهايبوتنيوس هو اكبر سايد، هو 5 وهون 3 وهون 4، هول الاصغر من الهايبوتنيوس. فانتوا القاعده هي الكبير اللي هو الهايبوتنيوس سكوير بيساوي الصغار. طيب اذا بدي واحد من هيدا الصغير بدي اياه، بدي الاربعه مثلا، بقوم بعمل الكبير ناقص الصغير، او بدي الثلاثه بعمل الكبير ناقص الصغير. يعني انا اذا بدي اي سي، الاي سي منه اكبر سايد، فهو البي سي سكوير ماينس الصغير اي بي سكوير، الكبير ناقص الصغير. اذا بدي طلع الاي بي، اي بي سكوير، بطلع الاي بي سكوير كمان الكبير ناقص الصغير، يعني بي سي سكوير ناقص اي سي سكوير. يعني انا هلا صار عندي ثلاث قاعدات، ما نعتبر هني قاعده واحده، هني قاعده واحده، بس حسب مين اللي سائلني. اذا سائلني عن الهايبوتونيوس بيكون جمع السايدز، اذا سائلني عن سايد صغير فبيكون الكبير ناقص الصغير، كمان هون السايد الصغير بيكون الكبير اللي هو الهايبوتونيوس ناقص الصغير الثاني. عندي ثلاث قاعدات بالفيثاغورس ثيوري.